تنصيب رئيس جامعة محمد الخامس السيد محمد الغاشي هو أستاذ دي خبرة عالية وتجربة إدارية مهمة، وكان لابد أن يكون على رأس الجامعة العتيدة رئيس مقتدر لاستمرار في العمل على تطورها وإشعاعها. والحمد لله اليوم هذه الجامعة لها واحد المكانة وطنية متميزة بأساتذتها وقدراتهم ومنشوراتهم وأعمالهم وكل ما يعملون به على المستوى الوطني أو الدولي. واحد العدد ديال الأوراش مفتوحة على المستوى ديال الوزارة، لا سيما في ما يخص المجال التكويني أو البحث العلمي أو الحكامة. والحمد لله اليوم متواجدين معنا رؤساء الجامعات اللي كيعملوا في واحد الإطار منسجم، واحد إطار مهم باش يرفعوا هذه الوتيرة ديال هذه العملية الإصلاحية ويرفعوا الجامعة في منتظرات وانتظارات ومتطلبات المجتمع. أعرف عن جسيمة شكري وامتناني وعين عميق تقديري وإحساني على الثقة التي قضيت بها من طرف حكومة صاحب الجلالة والمهابة نصر الله، وأيضا راجيا من العلي القدير أن أكون عند حسن ظن الجميع. حق هذه فرصة كذلك بأننا نحاولوا في إطار الإصلاح اللي احنا بصدد ديالو أننا نخرجوا منه مخرجات اللي تنفعنا وتحاول تكبر من نجاعة ديال المنظومة ديالنا الأكاديمية الجامعية، ونحاولوا نكبروا من مستويات سواء تعلق الأمر مستويات المردودية الداخلية أو المردودية الخارجية للأطفال ديالنا والمنظومة ديالنا. هذا بالفعل ما يمكنش يحصل وما يمكنش يتحقق إلا ما كانتش تضافوا الجهود وما كانتش اندماج كل الأطراف وكل الشركاء، سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو الإداريين أو الطلبة كذلك، ولكن على الخصوص ما هم الأخوان والأصدقاء المنتخبون وكذلك شركاء السوسيو اقتصاديين. فتنظن أنا عندنا واحد المهمة اللي هي جد جد حساسة باش كيفية التعامل وإنجاح العلاقة وإنجاح بعض الأوراش اللي كانت حتى الساعة سواء متعطرة بعض المساطر. فاحنا إن شاء الله بتكتل جهود ديال الجميع غنحقوا المبتغى، وعندي ثقة بأن واللي شهدناه اليوم بأن الكل على دراية بأهمية المهمة، والكل إن شاء الله على استعداد باش يساعدنا ويساعد الجامعة المغربية باش توصل إلى منصبو إليه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.